على يمين ويسار المنصة تم دفع طاقمي قناصة والمميزين بدخان باللون الأحمر، كما يتم دفع طاقمي استطلاع في موتوسيكلي دفع رباعي في الليلة السابقة لاستطلاع الهدف وتأمين دفع قوة الاقتحام. تم تمييز فردين مراقبة أعلى المباني أرقام 2 و3، سيتم القضاء عليهما بواسطة عناصر القناصة. تم التعامل مع العناصر المعادية بواسطة أفراد القناصة. والآن تتقدم الموجة الأولى اقتحام في عدد 6 عربة هامر لاتخاذ أوضاعها بمهمة عزل الهدف وتأمين دفع قوة الاقتحام. وبمجرد عزل الهدف يتم دفع الموجة الثانية اقتحام في 4 عربات تويوتا لاند كروزر ومركبتي اقتحام فورد باتريوت مدرعة بمهمة اقتحام المنشآت والسيطرة على العدائيات. عهدنا ربنا نحمي أرضنا وفرحة الشهادة للشهيد بتكون شرف، هتدفعوا الثمن ويشهد الزمن كل اللي خان بلاده بان ودلوقتي اتعرف. وتحت ستر نيران مجموعة العزل والتأمين وباستخدام روبوت الاقتحام يتم اقتحام المنشآت في توقيت متزامن من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى باستخدام وسائل مختلفة. وتقوم الكلاب الحربية من قوات حرس الحدود والمدربة على أعمال الاقتحام بمعاونة القوة المنفذة في السيطرة والقبض على العناصر الإرهابية. وأثناء تفتيش المنشآت تم اكتشاف عبوة متفجرة بالمبنى رقم 4، سيتم التعامل معها بواسطة عناصر المهندسين العسكريين. وأثناء تنفيذ المهمة تقوم مجموعة أخرى من العناصر الإرهابية بمحاولة الفرار في عربة تويوتا وعربة فهد، ويتم دفع طاقم من القوة المنفذة في عربة هامر لمطاردة العناصر الإرهابية والقضاء عليها. نجحت القوة المنفذة في القضاء على العناصر الإرهابية وتأمين المنشآت، وتبدأ في الإخلاء تحت ستر نيران مجموعة التأمين. تم الإبلاغ عن إصابة أحد أبطال القوة المنفذة وفرد من العناصر الإرهابية بإصابات خطيرة تستدعي إجراء عملية الإخلاء الطبي الجوي لهما. وإعمالاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي يتم الإخلاء الطبي للفرد الإرهابي أيضاً. تظهر الآن أحدث طرازات الهلي الهجوم انضماماً للقوات الجوية طراز كامور لتأمين منطقة الإخلاء. يقوم الآن أفراد مدربون على الإسعاف الطبي القتالي لدواعي إنقاذ الحياة بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين تمهيداً لنقلهم لهليكوبتر الإخلاء الطبي. لإظهار مهارة طياري القوات الجوية يتم الآن هبوط 3 هيل أوجستا بمنطقة محدودة في توقيت متزامن
للقيام بأعمال البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي. دقة ومهارة تعكس قدرة وبراعة طيار القوات الجوية. Everything.